طالما فتحت الفيديو يا رب يوفقك وينجحك وتحصل على المجموع اللي انت عايزه. ربنا يديك على قد تعبك ان شاء رب العالمين، سواء طالب في الصف الثالث الاعدادي او اب او ام. ربنا ينجح كل الطلاب ان شاء رب العالمين ويحصلوا على الدرجات النهائية. النهاردة في الفيديو ده يا جماعة ياريت نكمل فيديو للنهاية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ورابط الحصول عليها برقم الجلوس على مستوى الجمهورية. اكتب في التعليقات الامنية بتاعتك، اكتب في التعليقات نفسك تدخل ايه، نفسك تجيب كام مجموع، وان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص ان ننشر فيه كل التعليقات بتاعتنا. النهاردة يا جماعة في الفيديو ده انا هتكلم على موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ورابط الحصول عليها. طبعا يا جماعة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية يترقبون في الوقت الحالي، كلهم منتظرين موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول بعد ان تم الانتهاء من الامتحانات في يوم 3 فبراير الجاري. ومن ناحية اخرى اعلنت وزارة التربية والتعليم ان النتائج سوف يتم الاعلان عنها في القريب العاجل لان عميد التصحيح في اخر مراحلها. ومن ناحية اخرى كل مديرية وكل محافظ مسؤول عن اعتماد النتيجة. موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول، اعلنت عدد كبير من مديريات الادارة التعليمية على مستوى الجمهورية ان اعمال التصحيح ورصد الدرجات في مراحلها الاخيرة، لذلك في القريب العاجل سوف يتم اعتماد النتيجة. كما اشارت المديريات ان النهائية العظمى لدرجات الفصل الدراسي الاول 140 درجة، بينما الفصل الدراسي الثاني 140 درجة، وفي نهاية العام يتم جمع درجات الفصلين الدراسيين لاجل الحصول على المجموع النهائي في نهاية العام. كما اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ان الطلاب سيتمكنون من معرفة النتيجة بطريقتين، الاولى التوجه الى المدرسة من اجل التعرف على النتيجة او الدخول الى لينك نتيجة الشهادة الاعدادية التي خصصته الوزارة من اجل اعلان النتائج. وكان هذا الامر خطوة مهمة جدا في التحول الرقمي للخدمات التي تسير الدولة فيه حاليا. وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة اشرف سلومة ان نتيجة الترم الاول لطلاب الشهادة الاعدادية سيتم الاعلان عنها واعتمادها عما قريب. ولفت اشرف سلومة ايضا ان النتيجة سوف تظهر خلال الموقع الالكتروني التي حددته الوزارة من اجل الاستعلام عن الوزارة. ومن مصدر موثوق داخل الوزارة ان من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتيجة يوم غدا الخميس عبر موقع النتيجة التي حددتها الوزارة. في الساعات الاخيرة تزداد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عليكم ابرز خطوات الاستعلام. في البداية يتم اللجوء الى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي النقر عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول، كما يتم ادخال كل من الرقم القومي ورقم الجلوس النقر على بحث عرض النتيجة. في نهاية الفيديو يا جماعة يا ريت نكتب تعليقات، احنا في القناة مهتمين جدا بنشر جميع النتائج على مستوى الجمهورية فور ظهورها. اتمنى يا جماعة انكم تشتركوا في القناة، ويا ريت ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، ادعمونا عشان نستمر في نشر كل ما هو جديد اليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.